احنا مكملين وياكم مشوارنا لهذا اليوم. حاليا راح ننتقل الى فقره ايضا جميله نتعرف بها من خلالها على فاكهه استوائيه غريبه نوعا ما تسمى بالبمبر. خلينا نشاهدها سويه. البمبر هو احد انواع الفواكه الاستوائيه التي تنتمي إلى الفصيلة الحمحمية، وهي تمتلك حجم متوسط، طعم لذيذ يشبه طعم التمر إلى حد ما، لون مميز ما بين الأخضر والأصفر، ويحتوي أيضا على سائل لزج سكري شفاف يدخل في علاج العديد من الأمراض، ويرجع موطنها الأصلي إلى دول آسيا. وانتشرت شجرة البمبر منذ قديم الزمن في جميع أنحاء الهند، إذ تدخل في الأغراض الطبية والعلاجية. ومن فوائدها أنها تساهم في إنقاص الوزن وتقليل خطر التعرض للسمنة، ويقلل من الكوليسترول الضار وفي الدم، ويزيد من نسبة الكوليسترول الجيد. طبعا مشاهدينا الأحبة، كانت هذه هي فوائد فاكهة البمبر الغريبة نوعا ما، لكن بالتأكيد اليوم كل شيء موجود بالحياة وبالتأكيد إلى فائدة.